السلام عليكم وأهلا بكم. مفيش أجمل من أننا نتكلم عن خبر وصول أول قطارين مونوريل لمصر، والصورة اللي حضراتكم شايفينها دي بتحكي عظمة اللي بيحصل في مصر حاليا. المونوريل وجنبه القطار الكهربائي من نوع LRT، وجنبهم قطار المترو الجديد، وكمان عدد من الجرارات وعربات القطارات لتطوير خطوط السكة الحديد. كل ده موجود في مكان واحد بمنى اسكندرية. ودلوقتي هنشوف المونوريل لأول مرة من الداخل، وهنتعرف على باقي القطارات الكهربائية. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين، وصل لمينا اسكندرية امبارح أول قطارين مونوريل واللي عليهم الأسهم، وده شكل المونوريل من الداخل. وعشان نعرف المونوريل أكتر عايزين نشوف أهم مميزاته. المونوريل هو أحدث وأأمن وسيلة نقل جماعي في العالم، وبيكون مساره علوي وبيمشي على كاميرا خرسانية أحادية، وبيعمل بشكل ذاتي بدون سائق، وسرعته بتصل ل 90 كيلومتر في الساعة. مصر استلمت أول قطارين مونوريل من أصل 70 قطار مونوريل. عدد عربات القطار الواحد بتوصل ل 8 عربات، هتنقل 600 ألف راكب يوميا. مجموع أطوال خطوط المونوريل اللي بتتنفذ في مصر 98 كيلومتر، بتتكون من خطين: خط القاهرة العاصمة الإدارية بطول 56 كيلومتر وبيشمل 22 محطة، والمرحلة الأولى من الخط الأول هيتم افتتاحها شهر 5 القادم في 2022، وهتكون بطول 45 كيلومتر، هتمتد من العاصمة الإدارية وحتى مسجد المشير. أما الخط الثاني فهو خط 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر، وهيربط مدينة أكتوبر بالجيزة، وهيتم افتتاحه في 2023. تاني نوع قطارات تم تدشينه هو القطار الكهربائي من نوع LRT. نفس الكلام، وصل أول قطارين منه لمينا اسكندرية من أصل 22 قطار تم التعاقد عليهم. القطار الكهربائي هيربط المدن الجديدة شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بيتكون من 6 عربات وسرعته بتصل ل 120 كيلومتر في الساعة، بيتم تنفيذه على 4 مراحل بإجمالي طول 103 كيلومتر، ومن المقرر أنه ينقل 850 ألف راكب يوميا. تالت نوع قطارات هو قطار المترو للمرحلة الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو. حتى الآن مصر استلمت 12 قطار من أصل 22 قطار تم التعاقد عليهم. النسخة دي من قطارات المترو هتكون أحدث من قطارات المترو الحالية، وبتتميز بوجود شبكة واي فاي. احنا نتعاقد على 7 قطارات تانية بحيث ان كفاءة التشغيل يبقى نفس الجودة موجودة في كل شبكات الجر الكهربائي. بص يا عصام، كفاءة التشغيل بتيجي من كفاءة المحافظ الأداء. تمام، وانا بقولها عشان الناس تسمع. تمام، كفايه ايه؟ كفايه الاداء الاقتصادي. لو مفيش اداء اقتصادي مظبوط، لو اقصى الكلام اللي احنا جايبينه جديد ده 4-5 سنين ونعمل فيه ايه؟ هنخسر فيه، ونبقى محتاجين نستلف تاني عشان ايه؟ بالظبط. لا، اداء يا فندم، اداء اقتصادي من فضلك. احنا جبنا جديد وبنحدث وبنصلح وبنعمل كل شيء، لكن التكلفه الماليه بتاعت الشغل ده موضوع مفيش فيه. إذا كنتوا عايزين تحافظوا على البلد وتبقى كده. أكيد يا فندم. أنا بقولها لك عشان يبقى الكلام ليك يا فندم. وليك أحسن. أوامر بس.
كل ده ولسه ما اتكلمناش عن القطار فائق السرعة اللي بيتم تنفيذ مساره حاليا، واللي أكيد مع المونوريل والمترو والقطار الكهربائي LRT هيحقق ثورة كبيرة في قطاع النقل في مصر. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى نكون ناقشنا الموضوع بشكل كامل ونشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.